يشتد الكباش السياسي حول الاتفاق على قانون انتخاب جديد، فبعدما أصبحت الخيارات ضيقة وضاقت معها المهل الزمنية، عاد الحديث مجددا عن صيغة يجري التوافق عليها، عمادها مشروع القانون الذي أعده الوزير مروان شربل، ولكن مع بعض التعديلات. فما هو مضمون مشروع الوزير شربل الأساسي وما هي تقسيماته؟ هو دوائر بيروت الأولى وبيروت الثانية، يقسم بيروت إلى دائرتين. دائرة طرابلس منيا الضنية هي دائرة صغرتها بشرف الكتبترون والكورة دائرة، عكار دائرة، بعلبك الهرمل دائرة، زحلة رشيل بقاع الغربة دائرة، بعبدة علي دائرة، جبال كسروان دائرة، المتن دائرة، الشوف دائرة، النبطية مرجعيون حصبية بنت جبال دائرة، وصيدا الزهراني جزين صور دائرة. هودي هن الدوائر. هلأ الترشح بده يصير فيهم على أساس لوائح مغلقة بحسب حجم كل دائرة، يعني مثلا بالمتن مثلا دائرة تتألف من 8 مقاعد، 8 مقاعد يلي بالمتن هن بدك تعمل لائحة تضم 8 مقاعد، فيها تكون يمكن أقل مش مكتملة بس بيكون فيها التلتين، ومقابلها بده يكون في لائحة أخرى. لا يستطيع أحد أن يذهب إلى هذه الانتخابات من المرشحين لوحده منفرد، بده يكون يندرج من ضمن لائحة كاملة، والاقتراع يكون إما لهذه اللائحة وإما للائحة الأخرى. ما فينا نركب نحن لائحة على ذوقنا، ويجب أن يعني نعطي تفضيل لمرشحين بقانون مروان شربل، بدنا نفضل أول اسم والثاني، وبيصير الفرز على هالأساس. إذا حصلت اللائحة ألف على 60% تأخذ 60% من الأصوات، واللائحة باء على 30% بتأخذ 30% من الأصوات، واللائحة جين على 10 بتأخذ 10% من الأصوات. وعن قبول المعترضين على القانون المختلط بقانون مروان شربل، يعني أنا بس شوف أنه مستبعد يقبلوا بقانون مختلط، كيف بدهم يروحوا على قانون نسبي؟ حكما ما بيروحوا على قانون نسبي إذا المختلط مش قبلانين فيه، يلي هو one step أهاد باتجاه النسبة، القانون المختلط، يعني ما فتنا وصلنا على النسبة إذا بالمختلط مش قابلين بدهم يقبلوا بالنسبة.